وصلنا اليوم بفضل الله عز وجل إلى لبنان، والحمد لله أول ما وصلنا استقبلونا مجموعة من أيتام المكفولين من قطر الخيرية من المحسنين في قطر. ثم مررنا بعدة برامج ومراكز مجتمعية، مركز يعني يخص الجانب الطبي وتوفير الأجهزة الطبية. مركز يهتم بالجانب المهني والتعليمي. ومركز يهتم بالمرأة وعمل المرأة وتمكين المرأة. كل هذه تعتبر من استراتيجيات قطر الخيرية، والحمد لله مررنا ورأينا كل هذه العمل كله بفضل الله عز وجل، ثم بفضل إخواننا المتبرعين من قطر فجزاهم الله خيرا. نرحب بكم في بلدكم الثاني لبنان، ونحن مع جمعية قطر الخيرية منذ أمد نشعر بهذا التعاون وهذه الأخوة التي ما تركتنا يوما. جزاكم الله عنا وعن المسلمين وعن السوريين وعن اللبنانيين وعن الفلسطينيين كل خير.